المشكل في اعتقادي هو ان البنيه الثقافيه المغربيه هي بنيه محافظه، مركزيتها الدين ودغدغه المشاعر الدينيه بخطاب ديني. هو يظهر يعني بشكل علني، يظهر على انه خطاب ديني قوي، ولكن في عمقه وتحليله بشكل علمي، وهذا دور العلماء المجتهدين، يظهر على انه خطاب ضعيف يدغدغ المشاعر، وهذا بشكل اساسي قد يؤثر على مجموعه من الشباب المغاربه وعلى مجموعه من فئات المجتمع. وابسط مثال هو ما وقع في مباراه فريق الرجاء في مركب محمد الخامس، ان جمهور الرجاء ارفع لافتتين فيها تحديد حقيقي لرمز سياسي هو دريشكال الكاتب الاول الاتحاد الاشتراكي، ويظهر على انه هناك جسر واصل ما بين اصحاب هذا الخطاب وفئه تحتضنه، لان السبب الحقيقي هو ان البنيه الثقافيه هي بنيه غير مفككه على المستوى الديني والثقافي، وايضا على ان نظامنا التعليمي هو نظام غير منتج، لا يؤطر الشباب ولا يحمي الشباب في افق الانتقال من مركزيه الدين والهويه الضيقه الى مركزيه العلم والتجربه والبحث العلمي، وفي ذلك حمايه الشباب وحمايه المجتمع وحمايه المغرب من الخطر التكفير. إذن في هذه النقطة الأخيرة اللي قلتي، أشنو كتقترحوا لتحصين الشباب وحمايته؟ أولا كما طرح اليوم دراسي، أولا مسألة تأسيس نظام تعليمي حقيقي منتج في المدرسة، في الجامعات، في مراكز الأبحاث، وأن تولى الأهمية من طرف الدولة، لا على مستوى التمويل، على مستوى اللوجيستيك، على مستوى خلق كفاءات لنخلق شباب مغربي له أفق رحب نحو المستقبل وتطوير المغرب. المسألة الثانية هو أن الدور الحقيقي يجب أن يقوم به هو دور العلماء، دور المؤسسات الدينية التي يجب أن تنتج خطابا دينيا معتدلا وسطيا مؤسس على المرجعية الدينية المغربية للمذهب المالكي والأشعرية وهذا التراكم التاريخي والحضاري المغرب. المسألة الثالثة هو أن المجتمع المدني الآن هو القوة الحقيقية التي يجب أن تتفاعل مع تحولات المجتمع المغربي، وأن تؤطر الشباب داخل دور الثقافة، في المسارح، في الجمعيات الثقافية، والفاعل الآخر هو الفاعل السياسي الذي يجب أن تكون له برامج سياسية مركزيتها الشباب وتطويره في جميع المجالات. شكرا أستاذ هاب.